نبتدي نحل مع بعض السؤال اللي جاي. اكتب العدد التالي. اكتب ايه؟ العدد التالي. احنا اتفقنا التالي يعني العدد اللي بعده. اول لما اشوف السهم اكتب الرقم اللي بعده على طول. بعد العشرين 21. بعد العشرين كام؟ 21. طيب بعد التسعتاشر 20. بعد التسعتاشر 20. بعد الستاشر 17. 7 وراها 1. بعد الستاشر كام؟ 17. بعد 23 24. بعد 23 كام؟ 24. بعد 25 26. شاطرين يا كيجي، برافو. يلا نحل السؤال الجنب. اجمع. اجمع يعني ازود. هطلع الكبير احطه فين؟ احطه في مخي. برافو عليكم. 5 + 2 والصغنطط ده هعمل فيه ايه؟ هطلعه على ايديا. بعد 5 6. بعد 6 7. يبقى 5 + 2 يساوي 7. 6 + 2 يساوي 6 + 2 يساوي. هنحط الكبير اللي هو 6 في مخي واطلع ايه؟ الصغير على ايديا. طلع الاثنين. بعد 6 7. بعد 7 8. يبقى 6 + 2 يساوي 8. 3 + 2 يساوي. هنحط الكبير اللي هو 3 في مخي واطلع الاثنين على ايديا وابدأ اعد. بعد 3 4. بعد 4 5. يبقى 3 + 2 يساوي 5. برافو يا كينجي. يبقى النهارده اخدنا مع بعض رقم 30. اخدنا مع بعض كام؟ رقم 30. صفر صغنطوط وراها 3. هعمل ايه يا كينجي؟ هكتب الصفر الاول وبعد كده هكتب الثلاثة بتاعتي. ما ينفعش زي ما احنا قلنا اكتب الثلاثة الاول وبعد كده الصفر. وبكده يا كيجي خلصنا الأرقام. كل سنة وانتوا طيبين. أشوفكوا على خير. باي باي.